اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا كل الاهلاويه قاعدين يعني الفتره دي مترقبين، بيقولوا يعني وبيتسالوا يا ترى هيحصل ايه مع النادي الاهلي في الفتره الجايه على كل الاصعده، سواء على صعيد الدوري، على صعيد مباراه بيراميدز بكره ان شاء الله، او في كاس العالم للانديه ومواجهه الفريق النادي الاهلي لفريق الدحيل القطري. وطبعا دي اكيد من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها، الى جانب كلامنا عن رحلة النادي الأهلي في الدوري، وكمان تفصيلة الأخطاء التحكيمية اللي كلنا شاهدناها في الفترة الماضية. كل ده هنعرف تفاصيله مع كابتن عمرو الحديدي لاعب النادي الأهلي السابق. صباح الخير عليك يا كابتن عمرو، منورنا. صباح الخير أستاذ كريم. أهلا بيك. أهلا بيك يا كابتن، مدافع الأهلي السابق، واللي كان يعني إن حضرتك انضمامك للنادي الأهلي برضو كان فيه قصة والفجر وحاجات كده حصلت. قبل ما نبدأ بقى كل النقاط اللي كريم قال عليها، لأن أكيد احنا حابين نعرف من حضرتك كل يعني التفاصيل دي، بس خلينا برضو نذكر الناس تاني واللي ما يعرفش يعرف على انضمام كابتن عمرو للنادي الأهلي. هو كان الفترة ديت كنت أنا في المنتخب الأولمبي، وكان الدكتور محمود سعد بيتكلم مع كابتن جوهر الله يرحمه إن أنا أبقى موجود في نادي الزمالك باستمرار، وفعلا كان المدرب العام ساعتها معانا في المنتخب الدكتور مصطفى عبده. فعملت مباراه يعني كنا بنلعب ضد منتخب ايطاليا، اديت مباراه كويسه قوي، فالدكتور مصطفى قعد معايا في الغرفه وقال لي انت لازم تيجي النادي الاهلي. وفعلا قلت له ماشي يا كابتن. كلام الفجر يا كابتن عمرو، كلام الفجر، كلام يا كابتن ومش هيحصل يعني. ففعلا انا كان الدكتور محمود، ورحت قعدت مع بتوع نادي الزمالك وقعدت فعلا وخلاص وخلصنا. فجالي تليفون وانا في النادي، وانا في نادي المحله كنت بايت في الاستراحه، ان دي والدتي اللي بتكلم. فانا مش والدتي خالص، انا عارف الصوت الله يرحمها من صوتها خالص يعني. ففي تحويله كده بتبقى من الشركه للاستراحه، فالتحويله اتقفلت الصوت بيكبر، فبتبقى عارف ان التحويله مفيش حد سامع يعني. يعني حصلت قبل كده. فقالوا مش بدون الذكر يعني، انا فلان الفلانيه لازم تنزل لمجلس اداره النادي الاهلي النهارده. فاستاذنت كابتن شواريب وكابتن سياج الله يرحمه، قلت له يا كابتن انا هنزل، في حاجه حصلت كذا كذا. بس يا كابتن انا ما اعرفش الكلام ده حقيقي ولا لا، ما كانش في موبايلات في الوقت ده. الكلام ده كان 91 92. جميل. قال لي خلاص ماشي انزل. نزلت ببص من جيت باب النيل، لقيت النادي مقفول بالجنزير، بس خلاص حد اشتغلني وسمعت الكلام ورجعت، وعندي تمرينه ثاني يوم الصبح ولازم اكون موجود عشان الدكتور عبد الجليل قال لازم تكون موجود في التمرين. ده النادي مقفول، فتاكدت اكتر ان في حاجه انها اشتغاله خلاص. اه طبعا. فبيقول لي انت مين؟ قلت له انا عمرو الحديدي. قال لي بتاع المحله، افتحه اتفضل. الله، افتحه. ايه هو كان مصباح علاء بابا كان مقفول في كده. يا ريت لو ما كنتش قابلت هذا الرجل. اه كنت مشيت وخلاص، الموضوع كان هيتيح على كده. الباب مقفول بجنزير من باب النيل خالص. اه طبعا. فدخلت لقيت مجلس اداره النادي الاهلي كله قاعد ما عدا كرسي كابتن صالح بس. وقد كان. فهي كانت كلمه شهيره للكابتن صالح، انت عايز ايه؟ قلت له مش عايز حاجه خالص. اتمنى اخش النادي الاهلي. انا كل ده وانا عارفه ان حضرتك حكيت القصه دي قبل كده، بس عشان الجمله الاخيره دي، ان فكره هنا بس، ودي كانت باينه من حديث حضرتك قبل كده في لقاءات مختلفه، ان فعلا كنت كل همك انك تكون منضم لهذا النادي، وهذه التيشيرت انك تلبسها، يعني دي فعلا حضرتك اكدت عليها كتير جدا في لقاءاتك قبل كده. يعني من وجهه نظري، من غير اي كمان يعني حديث عن اموال او صفقات او عقود، حضرتك ما اتكلمتش فيها خالص. هقول يعني من غير شعارات، عشان احنا بننتمي لكيان كبير اسمه النادي الاهلي. انا مضيت الخمس سنين ب 20,000 جنيه. وما طلبتش حاجه من كابتن صالح. كابتن صالح وهو خارج نده الاستاذ عباس سديد الله يرحمه، قال له يا استاذ عباس ادي لعمرو الحديدي 20,000 جنيه من حسابي. انا خدت ال 20,000 جنيه، انا مش مصدق. ما كلام بقى صالح سليم والنادي الاهلي ومجلس الاداره، ومضيت خمس سنين. انا ما يهمنيش الفلوس على قد ما هو قال لي ايه، هات الجرايد شوف مكتوب فيها ايه. صح، مكتوب كده بالمنشط، الاهلي خطف زعيم الفلاحين. حلو، خلاص انتهى بقى. الله. بس طبعا يعني دي كانت ملابسات ومفردات وارقام المرحله اللي انت انضميت فيها للنادي الاهلي. بعد مرور السنين دي كلها، وانت دلوقتي طبعا راجل يعني مطلع بكل امور كره القدم المصريه ومتابع جيد لكل المستجدات، من ضمن المستجدات اللي بقى فيه ارقام مختلفه تماما، بقى فيه تفاصيل وبنود في العقود اختلفت تماما عن الزمن اللي حضرتك كنت بتلعب فيه، ما عدتش عليك فكره ان يا ريتني كنت بلعب في الجيل الحالي او في الزمن الحالي مش الزمن اللي انا كنت فيه، ولا انت بالنسبه لك الحسبه مختلفه؟ لا، هي الحسبه بالنسبه لي ايا كان بالارقام بتاعت دلوقتي، بسم الله ما شاء الله ليهم، عن ارقامنا العب، يهمني العب. والكلمه المعتاده ان
يعني الواحد برضو بيقولها بطبيعه كده، ان اتقال عني ان انا عندي اصابه مزمنه، فاتقال وظهر ده من نادي الزمالك، وعشان انا ما روحتش فابتدى الميديا كلها والجرايد تكتب ان انا عندي اصابه، وفعلا مجلس اداره نادي الاهلي رشح ثلاث دكاتره، وقلت له يا دكتور معلش انا هقف على الترابيزه وانا متاكد ان انا سليم، هي الشيء اللي ما عرفتش تمتلكني فشوشرت عليا، لا مش هيحصل وانا سليم، وقلت للكابتن صالح انا مش عايز حاجه خالص، مش عايز فلوس حتى، انا بقى متواجد بس في النادي الاهلي. وبالفعل يعني خمس سنين متواجد، وحتى في السنه الاخيره وكابتن صالح مسافر يجري جراحه في لندن، قال لي احنا هنطلعك اعاره السعوديه وترجع النادي تاني. قلت له يا كابتن انا في اي مكان هكتب في العقد بتاعي شرط بمبلغ وانا اللي هدفعه في حاله انكم تطلبوني. حلو جدا. دي كانت يعني اول مره حد بيكتب شروط في العقد. سنة 99 كانت رحت الشرقية الزقازيق، وكان رد الجميل للكابتن أنور اللي هو اللي كان جابني النادي الأهلي، وفنشنا خامس دوري. وفي نفس السنة في نهاية الموسم جالي الاتحاد السكندري البرنس محمد مصلحي، وما ترددتش لحظة، أنا بحب أتعامل مع شخصيات عندها مصداقية في اللي بتقوله، وهو ده من الشخصيات الهائلة اللي أنا اتعاملت معاها في الوقت ده. جالي احتراف في تركيا بأحد اللعيبة الكبار في نادي الزمالك، وقال لي لازم تسافر، وانا مسافر عارف ان ربنا سبحانه وتعالى بيقسم ارزاق باسلوب معين، ونعم بالله. وانا مسافر كان ساعتها جرايد كتبت المكان اللي انا رايحه والنادي اللي انا رايحه، ورحت بالفعل وطارق خدتني وانتقلت، وجالي تليفون احترفت في الامارات وصعدت على الجمال للدوري الممتاز ولغيت السفر لتركيا. الله، وانا في تركيا بت يوم واحد بس. كابتن عمرو حضرتك من النماذج بجد، مش بس الجميله في النادي الاهلي اللي كانت موجوده، الاصيله، وبجد انا حبيت ان انا ابدا بدأ يعني، لان انا كنت عايزه اسمع تاني والناس تسمع تاني قد ايه في لعيبه فعلا انتمائهم هو اللي كان يعني ظاهر اكتر من اي حاجه تانية. بس انا عايزه انضم للنادي الاهلي، مش فكره حتى دلوقتي لما كريم بيذكر طبعا فرق كبير في يعني ثمن الصفقات، ولكن محدش كان بيفكر في ده خالص وقتها فعلا. يعني دي حقيقه. انا ما كنتش عارف حضرتك هتساليني انت استاذ كريم في ايه. انا عارف قاعدين بره انا والاستاذ خالد بقول له ينفع نرجع نلعب تاني؟ ينفع تاني؟ يا ريت والله، عشان حاجات معينه. النادي الاهلي يا جماعه هو كيان مهما هتتخيله وانت خارج النادي، اما تخش جواه بقى اصعب بكتير. ده النادي الاهلي هو جراح ومعاه مرضى كتير. يا سلام عليك. الجراح ده هو الوحيد اللي بيداوي الام الناس دي. ده النادي الاهلي. حلو جدا. طب يتقال ايه بقى بعد البلاغه دي؟ اللهم صل على النبي. احنا معانا شاهر مرهف في المشاعر. لا والله حاجه جميله، وعلى فكره بس حب. الروح دي على فكره تعتبر قاسم مشترك بين كتير جدا من رموز مختلفه ومتعاقبه في النادي الاهلي. فعلا فكره روح الفانيلا الحمراء وفكره الانتماء للنادي الاهلي فكره يعني دايما بنتكلم عنها مع الناس اللي زي حضرتك كده رموز. وبالمناسبه وانت كنت رمز للدفاع القوي في النادي الاهلي الفتره اللي كنت معاه فيها، يعني كيف ترى الدفاع الاهلي حاليا بشكل عام، وكيف ترى اضافه بدر بنون اللي حصلت مؤخرا كمدافع ملفت جدا للانظار، ونقدر نقول برضو لو انت عندك اي تحفظات على التفصيله دي فكره سرعه تاقلمه مع الفريق من يمكن اول مباراه او ثاني مباراه. بس انت مش جايب لعيب صغير، انت جايب نجم الوداد، اداؤه اسلوبه فكره هو جاي عارف قيمه النادي بتاعه، والنادي الاهلي عارف قيمه الشخص اللي هو جايبه. شوف كل واحد فيهم مكمل الاخر. دي واحد. اتنين، وهي مهمه جدا، ان الفتره اللي فيها اي لاعب في دفاع النادي الاهلي عايز يشتغل ويشتغل صح يشوف ايه اللي ناقصه. هو كان جاي من الرجاء تقريبا. من الرجاء. يبقى انا اسف يعني قلت غلط. الاتنين بيضاوي. ما رحناش بعيد يا فندم، ما رحناش في الوقت دوت. وانت بتجيب اللاعب او وانت بتفكر انك تجيبه، حاجه من الاثنين، يا يعني امكانيات تكون اكتر بكتير من اللعيبه الموجوده، عشان لو لقيتهم زي بعض ما انا ابني موجود عندي فانا مش محتاج طبع. يبقى اللي جاي بيعمل حاجتين، الاولى اضافه للمكان، اثنين اللي جنبه بيتعلم منه لو هو عنده من الخبرات ما يكفي، والصغير اللي بيجي بيتعلم برضو اللي هو صاعد من الناشئين بيتعلم طبع. من المدافع اللي موجود المصري ثم المحترف اللي موجود لدى النادي الاهلي. اي لعيب في النادي الاهلي من المدافعين يشوف ايه اللي ناقصه، دي اهم حاجه. نمره اتنين، ما يديش لنفسه ان امكانياته وصلت لغايه هنا انا كويس، لا انا لسه عندي المفروض اشتغل على نفسي اشوف ايه اللي ناقصني، سرعات، رشاقات ومرونات في الملعب، توقيتي والارتقاء والاسلوب والمراقبه. احنا مدافعين شغلتنا
عدم وجود اهداف لفريقنا. الفراوده مهما تضيع في لحظه واحده جاب هدف بقى هو نجم ال 90 دقيقه. والمدافع لو غلط عمل كل حاجه وغلط في ال 90 دقيقه هو فقد ال 90 دقيقه كلهم، ان هو اقل واحد في الملعب عشان فقد تركيزه. تركيز المدافعين بيوصل ل 120% اكتر من الفراوده، ده مهم قوي. صحيح. جميل جدا. طيب احنا هنطلع فاصل بس يعني برضو عشان الناس تبقى متابعه معانا، الاجابه هتكون اكيد بعد ما نرجع، بس فكره ان احنا اتكلمنا عن الصفقات انا عايز اروح مع حضرتك بقى ليه هنا مثلا والتر بواليا، وفكره هنا اللي جاي هل المفروض يدفع موسيماني بيه ولا بمحمد شريف، لان اختلفت الاراء حول ده. البعض قال يعني ان بواليا ما كانش مفروض ان هو يلعب من دلوقتي، كان المفروض ان هو يتم تجهيزه بشكل افضل من كده وبعدين يتم يعني الدج بيه في الملعب، والبعض بعد رأى لا بالعكس خليه يبدأ من دلوقتي علشان يندمج أكتر مع الفريق. هنعرف وجهة نظر حضرتك بس بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع نكمل. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد، عودة لعشرة الصبح في الأهلي وعودة لضيفنا ونجمنا نجم النادي الأهلي السابق كابتن عمرو الحديدي، اللي وقفنا معاه في الكلام قبل ما نطلع الفاصل الأخير ده بسؤال كنت أنت سألتيه كابتن عمرو يا نهاوند متعلق بوالتر بواليا. كنا بنتكلم فعلا طالما ذكرنا بقى بدر بنون قبل الفاصل والصفقات الأخيرة للأهلي، نتكلم عن كل الصفقات وتحديدا والتر بواليا، لان حاليا هو البعض يعني زي ما كنت بقول لحضرتك اختلف حول والتر بواليا، هل هو التوقيت ده سليم ان هو ينزل المباراه من اول كمان الشوط الاول، ولا المفروض كنا نستنى عليه شويه ويعني لغايه لما حتى يتاقلم مع الفريق؟ وجهه نظر حضرتك ايه؟ بصي حضرتك الفتره الاهلي لما بيجيب فيرود او بيجيب مدافع بيأدي اوراق شهادات ميلاده بدري بدري قدمها بدري في وجود سعد ورامي ربيعه. بواليا في الوقت اللي جه فيه كان محمد شريف الهداف وجاي من انبي هداف. صحيح. او تاني هدافين الدوري. اللي بيقدم اوراقه في واحد بياخد ما بياخدش وقت، في واحد بياخد وقت. بواليا ما خدش هياخد وقت شويه عشان المقارنه، انت جاي هداف من الجونه جايب ثلاث اهداف ودلوقتي بتضيع اهداف، الاهلي ما بيصبرش على حد. عايز يقول لك انا جايبك ودافع اديني اللي انا عايزه. محمد شريف، طاهر محمد طاهر، قفشة حسين قدمه. صحيح. كرة حسين في مباراة الرجاء الترقيصة الشهيرة، قفشة في مباراة الزمالك، قفشة في مباراة المقاولين، طاهر في مباراة المقاولين، هتلاقي نفسك بتروحي إن اللاعب بيقدم مصوغات تعيينه إنه يبقى من الأعمدة الأساسية داخل النادي الأهلي. بواليا لو مشيت معاه هنرجع بالذاكرة، الأهلي غير محظوظ في الفراودة الأفريقية. فيليكس خد وقت. فلافيو خد وقت. فلافيو خد وقت. كل واحد سنه ونص خد وقت. فلافيو خد وقت. وقت سنه ونص. حلوين. مستر مانويل كان مقتنع بامكانياته، بعد كده احنا عارفين ان بنتراهن واحنا بنتفرج فلافيو هيجيب جون ولا اتنين، امكانياته صحيح. محطه كره هايله لدعم خط النص اللي قادمين من الخلف، حاجات كتير النادي الاهلي بيصبر فيها انك جبتي فيرويد بامكانيات بواليا، يبقى مطلوب ان هو يشتغل على نفسه مجرد ما تاقلم على اللعيبه، كميته هتليق مع لعيبه النادي الاهلي، فجاه بيبقى عربي. اجاي ما احنا كلنا شفنا كان عامل ازاي، بقى عربي. سعد خلاه عربي رسمي، هو سعد سمير حاله ثانيه يعني، انا شفت له لينكات كتير يعني كان بيخليه بيغني اغاني شعبي بيغني العربي. ده رقصوا مع بعض فيديوهات كتير. ما فيش حد في مصر قال هو النادي الاهلي ما فيش باكات ليفت موجوده عشان يجيب علي معلول. علي معلول دلوقتي بقى في حته تانية خالص. صحيح. انت بتقولي لكل الاجيال بص علي بيعمل ايه، الباك العصري المدافع المتطور يعني عاشق للنادي الاهلي وتصريحات كتير ليه قال انا مش هسيب النادي الاهلي الا لو النادي الاهلي سابه يعني. ديانج نفس الكلام. ده جميل كمان. ديانج نفس الكلام، راجل قعد عشان كان في الوقت دوت التوفيق كان كبير للسوليه والحمدي فتحي. دلوقتي انت محتاره تلعبي مين من الثلاثه؟ محتاره في حيره. طب الاعب الثلاثه؟ ما انا كسبان طول ما امكانيات النادي الاهلي 11 لاعب معاهم بره دكه بدلاء على اعلى مستوى الحلول موجوده. طب عايزين نستغل برضو هذا القدر من الموضوعيه اللي انت بتتكلم بيها وبمنتهى الاريحيه كمان، ونعرف بالتالي رايك وتقييمك ليه مبدئيا كده اللعيبه اللي اتصعدت وللعيبه اللي تمددت عقودهم وللعيبه اللي تم استقدامهم من اعارات خارجيه في الفترات السابقه. شفت التوليفه دي حصلت يعني باي درجه من الاحترافيه؟ لا هي مش احترافيه، هي ازاي النادي الاهلي
الفرق الثانيه تهد كان النادي الاهلي. انت ماضي ثلاث سنين يجي يكلمك في ضعف المبلغ 10 مرات. فالاهلي بيحصل امتداد، انا مش هستنى بقى وهيبقى في تاخير او في لجنه التعاقدات ان انا امد له. طب خلاص خمس سنين معايا، سبع سنين معايا، ان شاء الله يكون حتى في عقود ب 20 سنه. مش انت موافق؟ الاطراف الاثنين موافقه والعقد شريعه المتعاقدين، المجلس موافق واللاعب موافق، ايه المشكله؟ الماديات دي ده امور خاصه ما بينهم وما بين بعض، مش لازم تعلن. فانا بامن نفسي، نجم من النجوم ده يمشي من عندي ازاي؟ اللي بيختار بيختار طريقين، يختار طريق النجوميه واضافه بطولات بجوار البطولات اللي موجوده، يا اما تاخد حته يمين وعايز ومن جواك بتبقى بتتمنى انك تزرع دوت في النادي التاني وما بتلاقيهوش. ليه؟ المنظومه غير مكتمله. مجلس اداره بيحقق تارجت معين، لعيبه بتحقق مسابقه معينه، عمال بيوفروا سبل الراحه للاعب، مدير فني عنده مناخ كامل في انسيابيه يساعده في النجاحات، يبقى ازاي ما اروحش المكان ده؟ الاربع اركان متوفرين، يبقى انا كده كسبان. وجماهير النادي لا الاهلي لا ده موضوع تاني، ده موضوع تاني خالص. اقول لك على حاجه، جماهير النادي الاهلي لو في الفتره اللي فاتت دي موجوده بسبب جائحه كورونا الفتره اللي فاتت دي كنت هتشوف حاجات غريبه. طبعا كنت هتشوف من الاهداف النادي الاهلي جرأ الفرق الصغيره ان مفيش جماهير فادتك قوة ان انا ابقى ند للنادي الاهلي. لا ده انا ببص في المرايه وعارف امكانيات نفسي وعارف حجمي. نفسي كل واحد بينتمي لناديه يخليه في ناديه وبس، ما يتكلمش عن النادي الاهلي. بالظبط، ما تتكلمش عن النادي الاهلي. اطمح تكون حاجه زي الاول، خليك بتحب النادي الاهلي، علم الناس اللي هناك يعني ايه كيان. كابتن خطيب في افتتاح استاد السلام قال يا جماعه كل الفرق المنافسه بتبص للنادي الاهلي عشان تهد من الكيان. لا، لو انت نجحت انك تقلد النادي الاهلي هتحقق حاجة كتير. الكلام ده على منطقيته وعلى بديهيته، يعني ليه ما كانش حاصل؟ ليه في الفترة الأخيرة زادت قوي الحكاية دي؟ عشان انت بتحلم انك تحقق فانت مش بتحقق، فازاي افسد عليك فرحتك ادوشك؟ ما انا مش عارف اوصل لك فافسد عليك فرحتك، افسد الفرحة اللي انت ماشي فيها. يعني زي ما بيقولوا في اسبوع حققت افريقيا وكاس ودوري، ولو مفيش تاجيلات تانية هتاخد السوبر الافريقي وتاخد السوبر العربي او تاخد سوبر كاس مصر، بقوم خمسه. ايه ده خمسه في 60 يوم؟ يعني بمعدل كل 12 يوم بطوله. ده في ناس بتحلم بكاس كرتون بتجيبه كده وتاخده معاها البيت انه حقق بطوله، بتحلم. خليني اقول لحضرتك حاجه يا كابتن حديدي، يعني الشكل ده او الحاجات اللي احنا بنواجهها دلوقتي ككيان نادي اهلي ما اعتقدش ان هي مؤخرا، بس هي موجوده من زمان جدا، لان انت حضرتك بتتكلم في تاريخ طويل جدا من البطولات، وبتتكلم في كيان الى حد ما فرض نفسه بشكل مختلف على الكره المصريه والكره الافريقيه، فده موجود من زمان. سياسه الاهلي برضو واحده من زمان، من ايام كمان قبل كابتن صالح سليم لحد هذه اللحظه احنا ما بنردش بنفس المستوى، احنا مركزين في نفسنا، ويمكن مؤخرا حتى مع الاخطاء التحكيميه يمكن كان الرد جاي برضو بشكل لائق، والبعض حتى بعد النتيجه اللي جت قال لك هو ليه حصل كده، ليه العقوبه تم تخفيفها، يعني كمان بيشككوا في التشكيك، يعني حاجه او صوره احنا مش هنلتفت ليها الى حد كبير، ولو ان هبقى اروح مع حضرتك تفاصيل اكتر عن الاخطاء التحكيميه في الاخر، لكن انا عايزه اروح الاهم بقى فيما هو قادم وماتش يوم الثلاث ان شاء الله، وهذا الماتش اللي ناس كتير الى حد كبير برضو مش هقول متخوفة منه، ولكن بيقال بيراميدز مؤخرا عنده نتائج متذبذبة، يعني ما انتش عارف بالظبط بيراميدز كل ماتش اداؤه هيبقى عامل ازاي. ربما ده مش هيؤثر على الاهلي بشكل كبير، لكن من وجهة عمرو الحديدي برضو كيف حترى الماتش القادم وايه اللي المفروض نركز عليه؟ يعني التشكيل من وجهه نظر حضرتك لو في اي اضافه عايز برضو تقولها لنا. هنقول من اخر ما حضرتك قلتي تذبذب المستوى. تمام. لا لا ده قدام النادي هيبقى وحوش، ما فيش الكلام ده. ده اللي كان بيلعب من يومين مع الجونه ولا البنك الاهلي هيبقى وحش قصاد النادي الاهلي وتركيز 300%، وانا عمري ما حد يقول عليا ده احنا الاحسن واحنا الفرقه الاقوى واحنا ده النادي الاهلي. بالنسبه للتشكيل، من ما انتهى مستر موسيماني في مباراه المقاولين يبدا خلاص، انا مش باقي على حاجه، جس النبض راح خلاص، انا فاضل لي اربع خمس ست ايام وهسافر احضر. انت بقى كاس عالم انديه زمان الناس دلوقتي بتقول لك ايه في الشارع؟ تشكيك الاراء.
هو النادي الاهلي هيعمل ايه مع بيراميدز؟ مش هنكسر شوكه بيراميدز ان احنا ما بنكسبش. كلام ده اعتقد النادي الاهلي بعيد عن الحته دي انه يفكر فيها اصلا. احد الاشخاص الواحد حزين انه بيتكلم عن لاعب كبير ومنتخب مصر يعني مش لازم نذكر الاسم. يقول هو النادي الاهلي احنا يعني بنشوف بنرقف بحاله فاتعادلنا، فما تعادلنا بين 20 بونت عشان نصفره وهو في اعلى نشوه الحياه عشان يحضر افتتاح بطوله العالم للانديه. دي كانت اكيد نكته، دي كانت مؤكد نكته بس مش عارفين نضحك عليها الصراحه. ما مش هنضحك، ده احنا عايزين بقى نجيب زغزغه عشان نضحك نفسنا بالعافيه. مش هنضحك خالص، هنضحك في حاجه واحده بس، اما نحقق الصعوبه. مال مين اللي يمثل مصر؟ مين اللي هيمثل مصر؟ في حد بيمثل في بطولة العالم للأندية السنين اللي فاتت دي؟ ونبص للتاريخ كابتن عمرو، يعني الكلام ده مش كلامنا. مين اللي بيسافر ومين اللي بيروح ومين اللي بيحقق؟ الفريق الكبير. الفريق الكبير، الفريق الكبير اللي هو ايه؟ كيان مصر النادي الاهلي طبعا، كيان منتخب مصر النادي الاهلي طبعا. انت عاشت الفرق الاخرى بالمحترفين اللي جوه النادي الاهلي، بدر بارون ولا ديانج ولا اجاي، كل الناس دي بقت نجوم في منتخباتها. صحيح. فاحنا بنقول النادي الاهلي فكر في المباراه بتاعه بيراميدز باسلوب معين، ان دي احد اضلاع تكمله مسيره الدوري. مما انت انتهيت بقوتك الضربه مستر موسيماني، كمل البروفا خلاص، كلنا عرفناه وعرفنا المشهد النهائي اللي هنتفرج عليه بكره عشان يتم في افتتاح بطوله العالم للانديه. النادي الاهلي ما بيوقفش على لاعب ولا اثنين ولا عشرة. حضرتك كنت بتقولي من ايام الكابتن صالح كنا بنشوف ده، زادت قوي. زادت قوي الفتره اللي فاتت. احنا كنا بنشوف بس احنا عارفين بنكسب 3 و4 و5 و6 فالموضوع منتهي، ان هم راجعين تاني. الفرق كلها تقول وكل رئيس نادي يدلب اقواله. بيدلب اقواله بقى، ده واقف قصاد الهرم النادي الاهلي نكسب، يقول لك البطوله اللي جايه دي بعد اول 3 ماتشات الاهلي مش هياخدها، وترجع ريما العادات القديمه ونكسب بفرق بنات كتير. الحمد لله. صحيح. هو نفس الكلام. صحيح. احنا عايزين ناخد منك وعد ان انت ان شاء الله لازم تيجي تنورنا مره ثانيه قريب، نكمل كلام في بقيه التفاصيل، لان احنا بنحب النوع ده من الموضوعيه في الاجابات والصراحه والتلقائيه اللي انت كلمتنا بيها، فبنشكرك على وجودك معانا كابتن عمرو. انا بشكر ان انا موجود مع حضرتك وما دامنا هوند، ربنا يكرمكم بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي باذن الله. شكرا ليك كابتن عمرو، وشكرا لحضراتكم على متابعتنا انا وكريم 10 الصبح في الاهلي. بكره ان شاء الله يوم الثلاث وهتبقى حلقه جديده، وطبعا يعني بالتالي هيكون معانا اخبار جديده وكمان ضيوف جداد، ويا رب باذن الله ربنا يوفق مصر بكره في الماتش القادم مع الاهلي وبيراميدز، ويوم الاربع باذن الله بين منتخب مصر ومنتخب الدنمارك. نشوفكم ان شاء الله بكره.